به وغفرانه وأسكنه فسيح جناته. وعزاؤنا تمسك هذه الأمة بدينها القويم، فجزاه الله عن الإسلام وعن هذه الأمة وعن المسلمين كافة خير الجزاء. وقد تقرر الصلاة على خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله بعد صلاة عصر هذا اليوم الجمعة في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض، ولله الأمر من قبل ومن بعد، كما صدر عن الديوان الملكي البيان التالي. بيان من الديوان الملكي: تلقى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود البيعة ملكا على البلاد وفق النظام الأساسي للحكم، وبعد إتمام البيعة وبناء على البند ثانيا من الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 36 وتاريخ 26/5/1435 من الهجرة، الذي نص على أن يبايع صاحب السمو الملكي الأمير مقرن ابن عبد العزيز آل سعود وليا للعهد في حال خلو ولاية العهد، دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية يحفظه الله لمبايعة صاحب السمو الملكي الأمير مقرن ابن عبد العزيز وليا للعهد، وقد تلقى سموه البيعة على ذلك. وستبدأ البيعة من المواطنين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولسمو ولي عهده الأمير مقرن ابن عبد العزيز يحفظهم الله في قصر الحكم في الرياض بعد صلاة عشاء هذا اليوم الجمعة 3/4/1436 من الهجرة بمشيئة الله تعالى.